المنطقة، ويحضر معنا عبر الهاتف مباشرة الملازم الأول، ملازم أول يوسف عبدات، ممثل فرق الإنقاذ الجزائرية للحماية المدنية بسوريا. صباح نعم الخير سيدي، سيدتي. هل ممكن من معطيات أوفر وكيف هي الأجواء هناك؟ ضعنا في صورة الحدث، وأيضا هل ممكن أن تعطينا بالأرقام آخر إحصائية ونحن في اليوم الخامس بعد الزلزال؟ نحن في اليوم الخامس كما أشرتي، والعمل لليوم الخامس باستمرار منذ أن وضعت أقدامنا دولة سوريا. إلى غاية اللحظة لم تتوقف فرقنا ولو لحظة واحدة. العمل بالتناوب كان بمنطقتين، بمنطقة حي الصالحين والمنطقة التي نحن الآن متواجدون بها حي البستان. البستان، نعم. بالنسبة للحصيلة ارتفع العدد 34 حالة تم انتشالها من تحت الأنقاض، من بينهم حالة واحدة فقط على قيد الحياة. ربي يرحمهم. عملية البحث من طرف مصالحنا الآن متواصلة بحي قصر. أما حي الصالحين أين تم إغلاقه ليلة أمس بعد أن تم إخراج جميع الضحايا والمقدر عدد 11 ضحية من البناية. كان تواصل مع المواطنين على أن هناك 11 ضحية تم إنشالها بالكامل، ولكن فرقنا لا تكتفي بهذا هذه المعلومة فقط، بل عند الانتهاء نقوم بإدخال فرقة سينو تقنية للكلاب المدربة من اجل عمليه من جزء الفحص النهائي للمنطقه، الفحص الشامل للمنطقه من اجل التاكد من عدم اي وجود اي ضحيه. بالفعل تاكدنا بواسطه الكلاب المدربه على عدم وجود اي ضحيه تحت الانقاض، وتم اغلاق المنطقه بحي الصالحين. الان نحن متواجدون ببستان القصر لمواصله البحث عن الاشخاص المتواجدين تحت الانقاض. طيب سيدي، هل تتوقعون بعد مرور 5 أيام تتوقعون انتشال ربما أحياء بعد مرور 5 أيام من الزلزال؟ التجارب الذي اكتسبناها من تدخلاتنا السابقة ويمكن ويبقى دائما الأمل. نحن في اليوم الخامس يبقى الأمل ولو ضئيل جدا، لأنه كلما زادت المدة كلما تلاشت الحظوظ بوجود ضحايا على قيد الحياة. ولكن رجال الحماية المدنية نتعامل مع جميع الضحايا على أنهم على الحياة، حتى وإن وصلنا لضحايا وتأكدنا أنهم جثث أنهم وفيات، نتعامل معهم برفق وإخراجهم يكون بطريقة تستدعي احترام وتكريم لجثث الميت. طيب سيدي، وكيف هي عملية التكفل بالعائلات السورية هناك ضحايا الزلزال؟ الحماية المدنية تم تنصيب قاعدة حياة. في قاعدة الحياة هناك مركز طبي يحوي 4 أطباء وممرضين وعتاد طبي بالكامل، عتاد طبي بالكامل ما تلزمه المصحة أو العيادة. هناك من المواطنين بالقرب من القاعدة الحياة يتوافدون أحيانا على مركز القيادة، مركز الصحي، يتلقون العلاج والإسعاف، وخاصة أولئك الذين يتعرضون لجروح وإصابات جراء الانهيارات والموجودة هناك. هنا التكفل راح يكون من طرف الأطباء، وتكفلنا بعدة حالات والحمد لله الأمور تسير على ما يرام. فرقتنا تعمل بجد وباحترافية، والعمل متواصل، وإن شاء الله نصل إلى ضحايا، ونتمنى أن الضحايا يكونوا على قيد الحياة بحول الله بحول. طيب كيف هو العمل مع الهلال الأحمر الجزائري أيضا؟ الهلال الأحمر الجزائري متواجد معنا، ينسقون مع الهلال الأحمر السوري. الهلال الأحمر السوري مسؤولون في عملهم العادي، هم من ينقلون المرضى إلى المستشفى. العمل تاعهم بعد ما نقوموا بإخراج الضحايا يتنسقوا مع الهلال السوري في عمليات الإسعاف وكذا نقل الضحايا.
جيد، إذا وفقكم الله. كنت معنا على المباشر من سوريا من حلب ملازم أول يوسف عبداد ممثل فرق الإنقاذ الجزائري للحماية المدنية بسوريا، رحم الله أيضا الضحايا.